كيف نردم هذه الفجوة؟ هذا الذي يختلف الناس فيه. نعم. فمن أراد أن يستكين ولا يعمل ولا يصنع شيئا، قال أنتم تقولون هناك مهدي، ننتظر المهدي ويستسلم، وهذا ضعف وعجز ولا يمكن أن يأتي الدين به. نعم. وآخرون قالوا لا بد أن نعمل، وحتى يعمل الناس معهم أنكروا مسألة المهدي ولا يؤمنون بهذه الأحاديث، لأن قالوا لو صدقنا بها لترك الناس العمل. وآخرون وهم الذين على الحق قالوا أن هذا المهدي وغيره لا يمكن لوحده أن يصنع التاريخ، محال. فالله جل وعلا قال في أشرف الخلق وسيدهم صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والله جل وعلا أيد رسوله بالمهاجرين وأيد رسوله بالأنصار، فبني هذا الدين على أكتاف رجال. وكذلك أي شخصية ستظهر لا يمكن أن تبني المجد لوحدها، محال. فلا بد من تهيئة الأمة حتى يكون ما أخبر الله جل وعلا عنه. فالمراد أن الناس لما كثرت الزلازل من باب، وكثرت الأحداث الأخيرة قيام دولة وضعف دولة وما إلى ذلك مما لا يخفى، الناس بدأت تستشعر كأن شيئا قريبا سيحدث، كأن شيئا ولا يلزم وقد يقع. فما جئنا هنا لنقول سيقع أو لا يقع، لا نملك الفصل. لماذا لا نملك الفصل؟ لأنه غيب، والغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة. نعم نقول إرهاصات قوية على أن أمرا ما سيكون، لكن ما هو هذا الأمر؟ ما هو هذا الشأن؟ لا يعلمه، لا يعلمه إلا الله. وقال علامة بن باز رحمه الله: فالقول بإنكار أحاديث المهدي قول باطل، بل إن الأحاديث في حقه وشأنه قد تواترت تواترا معنويا. وقال هذا الكلم عينه قبله الإمام الشوكاني رحمه الله، وقاله الحسنين مخلوف، وقاله الألباني رحمة الله تعالى عليه، وقاله جمع كبير من أئمة الحديث من قبل هؤلاء. إذن الأمة عبر التاريخ قبلت هذه الأحاديث. ممن عارضها من المتقدمين ابن خلدون، وابن خلدون رجل تاريخ واجتماع وليس معدودا في علماء الأحاديث. صحيح أنه لا نقول أنه لا يجوز له أن يتكلم، لا نسلب الناس أشياءهم ولا نبغصهم حقهم، لكنه صعب أن يقبل قول ابن خلدون في مسألة حديثية ويترك هؤلاء الجهابذة الذين يعدون أكثر من 1000 عبر التاريخ كله. صعب جدا، نوع من المكابرة والتعنت أن تقبل قول ابن خلدون وتترك الباقي. من علماء العصر ممن قال به هذا، معاصرين لا أقصد أنه أحياء لكن كلمة معاصرة واسعة، محمد رشيد رضا رحمة الله تعالى على الجميع. فيعني لم يرى صحة أحاديث المهدي. طبعا هم عولوا على أمر، عولوا على أن حديث المهدي لم تأتي في الصحيحين، ويمكن أن يجاب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أننا نعرف أن الشيخين رحمة الله تعالى عليهما لم يستوعبا الصحيحة كلها باعترافهما والأمر الثاني أنه لو كان حديثا واحدا أو اثنان لقلنا، لقلنا أنه ممكن، لكن أن تكون الشوكاني عدى أكثر من 50 حديثا حكم على 30 بالصحة. فهذا الذي لا يمكن أن يقبل معه عذر أن الشيخين لم يخرجا أحاديث المهدي المنتظر. إذن نحن نؤمن أن المصدر المرجع الكتاب والسنة، فالسنة بين أيدينا 30 أثرا صحاحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر من 30 أو 50 صحابيا تثبت مسألة المهدي المنتظر. لا مجال بعد ذلك لأن نقول بأنه لا مهدي أو نشكك في أو نشكك في القضية. ثمة حديث في الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في السنة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. هذا الحديث تمسك به بعض من قال بأنه لا مهدي، والعلماء مع هذا الحديث على فريقين. فريق قال إن هذا الحديث منكر، وهذا قول الإمام الذهبي رحمه الله، وقال ابن تيمية رحمه الله إنه ضعيف. ووجه من ضعفه وأنكره وجود محمد بن خالد فيه، وهو نقل عنه الشافعي، هل صحة نقل الشافعي عنه غير صحيحة أو صحيحة مسألة في السند. ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قوى الحديث، لكنه لم يجعله معارضا لأحاديث المهدي، قال يجمع بينه وبين أحاديث المهدي من باب أنه المقصود لا مهدي إلا عيسى بن مريم، أي لا مهدي كامل، لا مهدي معصوم إلا عيسى بن مريم. أما مهدي كلمة عامة، تطلق على المهدي المنتظر حقيقة، تطلق على
على غيره بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهو لا يقصد عليه الصلاة والسلام في هؤلاء الأربعة أنه المهدي